السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي في حلقة جديدة وعالم أسرار التقنية. النهاردة هنتكلم عن بوشي بيت الربح AI ماركتينج. بالنسبة لبوشي، ناس بتقول لي أنت ما بتعملش فيديوهات ليه عن بوشي؟ والله أنا الكلام ده جاوبت على الجروبات، بس عشان الناس اللي مش متابعة على اليوتيوب هنقول بوشي بالنسبة للوضع بتاعه الفيديوهات، سواء عملت أو ما عملتش، مش فيديوهات أحمد علي اللي هتخليه يدفع. هو عنده تعثر ما بيدفعش للناس، فايه وضعه ده بقى حاجه يطلع يكلم الناس فيها. طيب ليه برضو بوشي ما بيدفعش للناس؟ يعني انت متابع الاخبار؟ والله انا اللي اعرفه ان هو عنده تعثر. ايه هو سبب التعثر؟ ما اعرفش، انا ما بكلمش بوشي مباشره، لكن خلينا نقول ان هو الوضع الحالي في جروب للمتضررين، في تاخير صحوبات. فبعد اذنك يا استاذ بوشي اطلع كلم الناس للمرة 50,000. اكتر حاجة بتخلي المستثمر بشيط ومش عايز او مش هيصبر عليك انك تتجاهله. انت بتقول انا بكلم الناس، الناس كاتبة في جروب المتضررين ان هو مفيش دفعات، انك انت في ناس بتكلمك ما بتردش عليها، انه الناس عمالة تتكلم في الجروبات كلها مش ما بيدفعش. فانت اطلع اعمل مكالمة، والله يا جدعان انا بدفع او ما بدفعش لسبب واحد اتنين تلاتة، ريح الناس وقول الوضع بتاعك ايه عشان خاطر يبقى كل حاجة يعني ايه معروفة. لكن انك انت مش هتكلم الناس او هتخلي الناس تخبط راسها في الحيط، او بمعنى اصح تبقى سايبها كده تضرب اخماسا في ازاز مش عارفة ايه اللي بيحصل، فده اكبر خطأ بيحصل. فظهور جروب للمتضررين يعني تعمل موقع، تعمل التاني التالت، فظهور جروب المتضررين ده إشارة سلبية على المشروع، إشارة سلبية على تعاملك مع الناس. انت خلاص كده المفروض انك تطلع تكلم الناس، غير من اسلوبك، غير من طريقتك في التفكير عشان خاطر ما توصلش مع الناس لحيطة سد. اللهم بلغت اللهم فاشهد. الناس اللي حابة انها تعرف انا الجروب بتاع المتضررين ممكن تسأل عليه في الجروبات التانية، لان للأسف اللينك مش معايا حاليا. ولكن تاني، مشروع بوشي عندك مشكلة اطلع اتكلم الناس، ما عندكش مشكلة برضو اطلع اتكلم الناس، قول لهم والله انا ما عنديش مشكلة والصحبات متأخرة لواحد اتنين تلاتة وهتبقى منتظمة معاكم في الوقت الحالي. وتاني، الناس اللي بتقول انت متتكلمش ليه، انا الفيديوهات بتاعتي لن تغير من شيء بالنسبة لوضع بوشي. في ناس زي بيت الربح فيديوهاتي بتغير، لكن مع بوشي مش هتفرق كتير، وهقول لكم بعدين ليه هذا الموضوع. بيت الربح، طبعا بيت الربح الناس بيت الربح شغالين عليه معروفين مين وبالاسماء، وناس ليها بيزنس وليها قنوات يوتيوب وليها وليها. فالناس دي ليها مسكة، ليها قلق، ليها انك انت لما تعمل فيديو بيقوموا قلقانين او بيقوموا عاملين دفعات، فالكلام معهم ينفع. لكن بوشي غير بيت الربح نهائي، لانه هو الراجل كده بقى هو ما بيدفعش اساسا، فانت هتتكلم مش هتتكلم مش هتفرق. وبوشي مش معرفش شخصيا هو مين ولا فين ولا الكلام ده كله، فبالنسبه له هو ممكن يقفل الموقع يختفي. لكن بيت الربح ما ينفعش يعمل هذا الموضوع، لان الناس معروفه شكلا واسما وارقام تليفونات كمان. فدي الفرق ما بين بيت الربح وبوشي، انك انت ناس معروف مكانها، معروف اسمائها، معروف بياناتها، تقدر انك انت تتكلم عليها، فبيبقوا عاملين على الايمج بتاعهم او الصوره بتاعتهم. بيت الربح طبعا عملوا مكتب الامارات، مبروك عليهم، خطوه ايجابيه. اوكي، الشبكه المؤمنه اتعمل عليها كوميكس والناس ابتدت تتريق. هي القصه كلها ان موضوع الشبكه المؤمنه المفروض ان هو بحسب كلام ابو نوفا ان مكتب الامارات فيما يبدو انه هيكون هو مركز العمليات لكل مشروع بيت الربح. يعني هو هينقل من السعوديه الى بيت الربح الامارات كل شغل بيت الربح بالصرافين بالمهندسين بكل الشغالين في المشروع هينتقلوا لمكتب الامارات. ولذلك هو بيتكلم عن الشبكه المؤمنه، وان كانت يعني سبب يعني لا يغني من جوه، يعني سبب ملوش لازمه، لانك انت الشبكه المؤمنه انت لو جبت مهندس شبكات هيعمل لك الشبكه المؤمنه، هيعمل لك، هيحط لك الاجهزه، هيحط لك فاير وول، هيحط لك اي حاجه تحمي. كل الكلام ده ما بياخدش 48 ل 73 ساعه، يعني من يومين لثلاث ايام بحد اقصى. لو مهندس شبكات كويس هيخلصها لك في ثلاث ايام. فكلمه شبكه مؤمنه انت بتحس انك انت بقى هتعمل برنامج مخصوص، او هتعمل كانك انت ايه
هتجيب بقى ايه، وعايزك شهرين عشان تعمل الشبكة مؤمنة. هي انت بتتكلم في حاجة اي حد بيفهم في الشبكات هيقول لك انت بتتكلم في حاجة هتحتاج من يومين لثلاث ايام كحد اقصى وتخلص. فده مش سبب انك انت تتكلم عن توقف الصحوبات الان. وحتى كده انت كنت ممكن تقول انا هبتدي صحوبات بعد اسبوع، لكن حكاية انك انت بتضع دايما يا اما يعني لما بتضع ميعاد محدد ما بتنفذوش، ولما بتخليها سايبة برضه انت ما بتطمنش الناس، يعني انت في الناحيتين مزنوق. طيب نيجي بعد كده للصحوبات. الصحوبات وهي مربط الفرس زي ما بيقولوا. والله اذا الناس اخدت صحوبتها هيبقى الدنيا زي الفل، الناس ما اخدتش صحوبتها هيبقى الدنيا مش زي الفل. الناس ابتدت تتكلم في فويسات، في كوميكس، في كل حاجة، الناس ابتدت تنطق، يعني الناس في جزء عندك ابتدى يفوق، والجزء ده هيفوق الناس الباقية. فالأفضل انك انت تدفع، يعني انت عندك مشاريع عندك اليات المفروض انك تدفع. اسوأ ادمن شفتهم او اسوأ تعامل مع مستثمرين شفتهم هو جروبات بيت الربح. انت بتخلي الناس تحذف التعليقات بتاعتها، حتى في جروبات ابو فراس بتحذف التعليقات، خايف من اي ناقد للمشروع، خايف من اي كلمة ضدك، خايف من اي حاجة، ومع ذلك انت بتقول للناس انا والله انا يعني بتتكلم كلامك شيء وافعال الادمن عندك شيء تاني. الادمن معروفين ان هم مجرد ماريونيت، او زي ما بيقولوا ناس موجودة زي الحراسة كده ملهاش اي لازمة، او مش كلمة ملهاش اي لازمة، ما يعرفوش حاجة في المشروع، ليس في يدهم قرار، بينفذوا اوامر مدير المشروع. احذف التعليقات بيحذفوا التعليقات، يعني هم مش هيحذفوا التعليقات من دماغهم، دي اوامر مدير المشروع مباشرة. فانت هتحذف النهاردة التعليقات، الناس مش هتلاقي مكان تتكلم فيها، هتطلع تتكلم في اماكن تاني. فمش حل كل الدربكة والدوشة اللي انت فيها دلوقتي، والفويسات اللي ابتدت تهاجمك من المستثمرين نفسهم، مش من احمد علي، لا ده من المستثمرين نفسهم، حلها انك انت تطلع السحوبات. عندك بقى سيولة، عندك مشاريع، عندك مش عارف ايه، الخير قادم، الخير جاي، الخير جاي في طيارة، كل الكلام ده اصبح كلام من 5 شهور ليس ملموسا على الارض. اه في ناس خدت دفعات اللي هي الفلوس الصغيرة، ولكن ده بيدل على شيء، يا اما انت ما معكش فلوس تدفع للناس المبالغ الكبيرة، يا اما انت معاك فلوس تدفع وبتطلع مصاريين الناس عشان خاطر حاجة تاني في دماغك الله اعلم ايه هي، تستفيد انت من الارباح من التأخير، تستفيد من حاجة تانية الله أعلم، دي مش أنا مش هخش في نيتك، ولكن أنا بقول لك الوضع بتاع الناس إيه. الوضع بتاع الناس حاليا إنهم خلاص الصبر بتاعهم نفد. التعامل بتاع الأدمن بتاعك إنك أنت تحذف التعليقات وتخلي بس تعليقات التطبيل، والله دي حاجة ترجع لك برضو، ولكن ده عدم احترام للمستثمرين اللي عندك وعدم احترام لآرائهم. كده العلاقة ما بينكم يعني ما بينكم وبين بعض، يعني ما بين بيت الربح والمستثمرين فيه، أصبحت علاقة توكسيك مسممة، اللي هو مع الوضع الأمر بيسوء أكتر مش بيتحسن. تحسن الوضع إزاي؟ ادفع فلوس، ادفع للناس الفلوس بتاعتها، هتلاقي الناس كلها بقت مبسوطة وسعيدة، وكل واحد بقى حر. يعني أنا خلاص طلعت من المشروع عايز أكمل معاك بقى في مشروع جديد، أخش معاك في حاجة جديدة زي الفل، وطلعت المشروع وخلعت، والله برضو انت يبقى ريحت دماغك من واحد كان هيعمل لك ايه وجع دماغ ومش مقتنع بالمشروع عايز ياخد فلوسه ويطلع. فالصحوبات هي الحل الوحيد. حتى الان الصحوبات الكبيره بتاعت الناس اليو اس دي تي، باكد اهو اليو اس دي تي اللي فوق ال 10,000 وال 20,000، محدش خد حاجه، محدش اخد اي فلوس. الصحوبات الصغيره كانت بتدفع، ولو انت رجعت للصحوبات تاني اليومين الجايين هتدفع برضه الصحوبات الصغيره، مش هتدفع الصحوبات الكبيره. والكلام ده اتقال من عند ناس من عندك، يعني ده مش كلام احمد علي برضه، ده كلام ناس من عندك، انك انت بتدفع الصحوبات الصغيره عشان تسكت الناس. لكن فين الصحوبات الكبيره؟ هي دي المشكله وهي دي الازمه الكبيره. فتاني الصحوبات الصحوبات الصحوبات، رجع للناس فلوسها، او حتى لو عندك مشكله اطلع قول للناس والله انا عندي مشكله يا اخوان وهديكم فلوس. حكيت بقى تقول لي اصل انا لو كنت عايز انص وكنت نصبت ومشيت وكنت ريحت دماغي وما الى ذلك، والله دي برضو احنا عندنا تقي الدين قعد 4 شهور برضو يقول للناس انا هدفع، الدفع مستمر وفي الاخر اختفى. يعني في الاخر في ناس كده تحب تطلع
عندك برضو محمد سمير بتاع اي كيو اوبشن قاعد يقول للناس اصبروا اصبروا اصبروا، في الاخر نفس الفيلم. فحكايه انك انت قاعد مستني، والله ده مش دليل على انك انت نيتك خير. في ناس كتير استنت وفي الاخر عاصم صاحب السعاده، ناس كتير جدا كل المشاريع اللي سبقتك نفس الفيلم، قعدوا فتره وفي الاخر خدوا ولا شيء. فعشان كده بقول لك اذا كانت فعلا ناوي انك انت تكمل المشروع، ابتدي رجع للناس الصحوبات. ما عندكش انك انت ترجع الصحوبات، رجع للناس راس مالها على الاقل، يبقى لا ضرر ولا ضرر، ولو ان الضرر حصل خلاص بالتاخير. خش نشوف بعد كده ايه ماركتينج. في ناس حتى الان بتسالني عن ايه ماركتينج، اي ماركتينج للمره ال500 بقولها من زمان نصب. المشروع كان من الاساس نصب، ما كانش في حاجه اسمها روبوت بيعمل تسويق وما الى ذلك، ده كان رايي فيه، والمشروع نصب خلاص. ما تستناش اي حد يديك حقن او اي حد يقولك اصل يوجين هيبعت، اصل مش عارف مين هيبعت، اصل البيتكوين جاي في الطريق. كل الكلام ده ما هو الا حقن تقدير، مش هتاخد من وراء اي شيء. استعوض ربنا في فلوسك وشوف حالك، ما تسمعش لاي حد. كل الناس اللي بتتكلم على ان في ادعاءات جايه او في صحبات هتبقى تمام وما الى ذلك، كل هذا الكلام غير حقيقي. ايه ماركتينج داخل على سنه تقريبا ما بيدفعش، فاعتقد ان ما يعني لوجيك كده، ما لازم انك انت تتحرك وتشوف حالك، ما تقعدش تدور على ايه ماركتينج واخبار ايه ماركتينج وامتى هيدفع. لو كانوا ناويين يدفعوا كانوا دفعوا، لكن انسى هذا الموضوع. اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.